شاهدينا خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوريات الاوروبيه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي براين سلوت، وبيناقش الجانبين خلال اللقاء اللي بيعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة علاقات التعاون بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية الآنية وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في 10 مساء. والعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي أوساسونا مع ألافيس في 10 مساء. أما عشاء الكرة الإيطالية فموعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي إنتر ميلان مع جنوا في 10 مساء.